السلام عليكم. الهلال بطل اسيا والدوري المصري اخيرا بجمهور ومسك عادته بينقذ اي فرقه يلعب ليها، ورونالدو احيا اليونايتد برمونتادا من جديد وانقذ مدرب ميه البطيخ. وللاسف الحلقه دي اخر حلقه للموسم الاول. لايك وشير وسبسكرايب وانترو سريع ونبدا الحلقه. خمسة أربعة ثلاثة اتنين واحد، دي مراكز أحداثنا بتاعت كل حلقة، بس المرة دي الحلقة مش مقتصرة على المراكز وبس، لا دي فيها ليالي الأبطال وجمال ليالي الأبطال. تعال نبدأ بمراكز الأسبوع ده وبعدين نروح لدوري الأبطال، ونبدأ بالمركز الخامس اللي سيطر عليه خبر إعلان الفيفا بأن كأس العالم للأندية المؤجل هيتلعب في الإمارات أول السنة الجاية، وهيشارك فيه من عندنا النادي الأهلي ومن الإمارات نادي الجزيرة ومن السعودية نادي الزعيم الهلال السعودي، ده طبعا في حالة فوزه بنهائي آسيا، واللي بفوزه هيخلي فرصة المواجهة العربية تبقى مؤكدة بنسبة 100%، وطبعا ده غير مشاركة تشيلسي بطل أوروبا. في العموم نتمنى التوفيق للأندية العربية، ولو في خسارة لحد منهم تبقى خسارة مستورة ما نشوفش أي حد منهم حصان. ونروح للمركز الرابع مع خبر عودة الدوري المصري من جديد، لا وبجمهور كمان. اخيرا اعلنت رابطة الاندية موعد مباريات الموسم الجديد اللي اتحدد يكون يوم الاثنين الجاي 25 اكتوبر، واللي هيبدا فيه بماتش هادي نسبيا بين البنك الاهلي وطلاع الجيش، بس الهدوء ده مش هيستمر كتير لان معانا في نفس الجوله ماتش تقيل بين الاهلي والاسماعيلي، وطبعا الزمالك مع انبي، وكمان ديربي الاسكندريه بين سموحه والاتحاد السكندري، ده غير ان في الجوله الثالثه الاهلي والزمالك في ديربي القاهره من جديد، ويا رب الحاج عامر ما يلغوهوش كالعاده ويقول لك دواعي امنيه. بدايه سخنه ما شفناهاش من زمان، نتمنى تفضل سخنه ونشوف كره ممتعه مش مضحكه زي كل مره. وتفصيله على جنب كده بخصوص قرار حضور الجمهور، اعلنت الرابطه ان كل نادي في الماتش ليه 1000 مشجع، رقم قليل بس ممكن نعتبره بدايه. الفكره ان ال1000 مشجع دول لازم يكونوا واخدين لقاح فيروس كورونا، وطبعا مطلعين الفان اي دي الخاص بشركه تذكرتي. اخيرا خبر لطيف في الدوري المصري، ما البديهي ان ما دام في ماتشات يبقى اساسي في جمهور، ربنا يهدي وما يطلعلناش حد عنده هسهس من التجمعات البشريه ويظهر حضور الجمهور تاني، والاستادات ترجع قرعه من جديد بلا جمهور، او بمعنى اصح بلا روح. اما المركز الثالث، استحقوا خبر خسارة روما تحت قيادة مورينيو 6-1 من الفريق النرويجي بودا جيلمت في دوري المؤتمر الأوروبي، في ماتش غابت فيه روما تماما وما حضرتش تقريبا. الهزيمة دي تعتبر أكبر هزيمة اتهزمها السبيشال 1 في تاريخ تدريبه، وطلع بعدها قالك أنا اللي أتحمل مسؤولية الهزيمة دي لأن كان لازم أريح الفريق الأول وألعب بالبودلة علشان ماتش نابولي، وإني يستحيل ألعب بالفريق الأول كل الماتشات. طبعا انقسمت الجماهير بعد الهزيمه لجزئين، الاول قال لك الهزيمه دي ما اثرتش على الفريق في اي حاجه في دور المجموعات ولسه محافظ على تاهله والاهم بالنسبه ليه هو ماتش نابولي، والجزء الثاني قال لك السبيشال 1 كبر وخرف وبيعاند نفسه والمفروض يقعد في بيته. في النهايه هي هزيمه كبيره وكل حاجه، بس برضه السبيشال 1 كان عنده حق في تصريحاته وكان في ضروره لتريح اللعيبه الاساسيه. وعلى كل الاوضاع هيفضل مورينيو بقيمته وتاريخه اكبر من اي هزيمه. وندخل على المركز الثاني اللي سيطر عليه انتصار زعيم اسيا الهلال السعودي على النصر السعودي في نصف نهائي بطولة اسيا، وهو معروف زي عندنا كده بنهاية القرن الافريقي اللي فاز فيه الاهلي على الزمالك بقضية محمد مجدي قفشه. برضو الزعيم انتصر على النصر بنفس السيناريو ولكن بقضية سالم الدوسري العالمي بهدف برضه شبيه لهدف قفشه. ومش بس كده، ده علي البليهي عمل احتفال ايقوني يسجل في التاريخ لما خد علم النادي من الجماهير وغرزه في نص ملعب نادي النصر. عموما كل التمنيات للزعيم بالفوز في نهائي اسيا. وسع لي كده للمركز الاول اللي طبعا محجوز لفخر مصر والعرب، محمد صلاح اللي فتح فرع خاص للنساجون الشرقيون وبقى بيفرش لعيبه كتير ويرقص ويسجل عادي مفيش اي مشكله. محمد صلاح الكل اعتقدوا في الاول انه من اللعيبه بتاعت الموسم الواحد وخلاص كده وقفل على الموضوع، لكن النسخه الحاليه لصلاح هي ليفل الوحش. صلاح بقاله اكتر من سنه كل سنه اكتر توحش من اللي قبلها وطبعا اكتر متعه ليه، مبهدل يا اخويا المدافعين وحراس المرمى لدرجه ان حارس مرمى نادي واتفورد قال لك عليه انه خارق يعني. مش بس كده، الصحف العالميه شايفه ان صلاح هو افضل لاعب في العالم وهو الاحق بالكره الذهبيه مع بنزيما. ابننا ابن الغربيه كان واقف من كام يوم كده مع امير بريطانيا وحاطط ايده في جيبه ولا كانهم كانوا اصحاب في مدرسه بسيون الاعداديه بنيني. دي السفره اللي تشرف بجد وترفع اسم بلدها لفوق.
وبكده خلصنا مراكز حلقتنا للاسبوع ده، ونروح لليالي الابطال المجنونه وروعتها. ونبدا بالبايرن اللي كالعاده مش بيرحم اي حد تحت ايده، لدرجه انه مسك بنفيكا رفعها اخر 3 اجوان في 4 دقايق، اللي هو يا دوب سنتر جول سنتر جول، مفيش تفاهم، وحط عليهم 4. واحلى مدعكه كانت في ماتش اتلتيكو مدريد وليفربول، وطبعا صلاح جاب جول احلى من الجول اللي جابه في واتفورد، وساهم في فوز ليفربول وانقذه من تكرار نفس المواجهه اللي كانت بينهم قبل كده. والريال فاز 5-0 على شختار في ليله تالق مستر حنكشه ومساعده الحكومه بنزيما اللي مكسر الدنيا في كل حته. والانتر انقذ نفسه من التعادل مع الشريف وكسبه 3-1. وميسي انقذ باريس من الخساره وسجل هدفين ويحول الخساره لفوز ويكسب لايبزيج 3-2. اما اليونايتد تحت قياده كريستيانو بيعمل ريمونتاد على اتلانتا ويحول الخساره من 2-0 في الشوط الاول 3-2 في الشوط الثاني، تحت قيادة للأسف برضو مدرب مية البطيخ. وبرشلونة واليوفي كل واحد فيهم بيكسب ماتشه بطلوع الروح، والله فرقة خيرة تنافس على الكونفدرالية ومش هتكسبها كمان. ونختم بيسي ميلان اللي لحد دلوقتي مش قادر يحقق أي فوز ليه في دوري الأبطال، وفرصته للتأهل للأسف بقت بعيدة جدا. أما يوم الحد الجاي بنفكركم تاخدوه أجازة وتجيبوا كل التسالي بتاعتكم وتقعدوا من الصبح عشان في ماتشات كتيره ومهمه جدا. فعندك اليونايتد وليفربول وكلاسيكو الارض برشلونه وريال مدريد وانتر ميلان واليوفي وروما ونابولي ومارسيليا وباريس سان جيرمان، حاجه كده حلاوه كده سكينه في الحلاوه. وبكده تنتهي تفاصيل واخبار اخر حلقه للموسم الاول لبرنامجنا. نتمنى اننا كنا خفاف عليكم ونكون وفقنا في تقديم رساله رياضيه متوازنه زي ما كنا بنحلم. بس استاذنكم في فتره راحه قصيره واشوفكم عن قريب في موسم جديد شكل جديد ان شاء الله يعجبكم. السلام عليكم.